السلام عليكم، زلنا متواصلين في شرح لقواعد الكتاب المدرسي لغة إنجليزية سنة الرابعة متوسط، الصفحة 34 اللي كان عندكم فيها كرونولوجي. كرونولوجي هنا الكلمة بزاف اللي قالوا لي بحثوا لي وقالوا لي كشفناها خفناها لأنه كلمة جاتنا صعيبة. إذن شوفوا ما تخافوها، ما راهي صعيبة ما والو. إذن كرونولوجي وشنو هي؟ هما الأدوات اللي نستعملوهم عند ربط مجموعة من الأحداث، أو هي ربط مجموعة من الأحداث من خلال استعمال روابط. عدنا قمنا برحلات ولا قمنا بنشاطات ولا قمنا بأعمال، هذوك الأعمال باش نرتبوهم ونربطوهم في بعضهم باش تكون عدنا coherent sentences، يكونوا عدنا جمل مفيدة وجمل مترابطة، راح نستعملو فيها chronology. إذن هنا كرونولوجي عدنا قلت لكم هي مربط مجموعة من الأحداث من خلال استعمال روابط، ولا هي أدوات لربط الأحداث. شوفوا وش عدنا شوفوا هنا متبعوش كامل في الكتاب، الكتاب راهم مفصلين لكم فيه ومكثرين فيه بالك معلومات جاتكم صعيبة ولا تخلطت لكم الأمور، تبعوا فقط هنا. عدنا نستعملو نقولو first اللي هي اولا، هذه first و second و third قرينتوها من السنة الاولى حتى السنة الرابعة ومازلتوا زيدوا تقراوها. first اللي هي اولا، second ثانيا، third ثالثا، fourth رابعا، fifth خامسا، الى غير ذلك. عدنا then، then عدنا ايضا after that، وعدنا finally اللي دايما finally نختموا بها ربط الأحداث، الحدث الأخير قبل ما نذكره نقوله finally ونذكره هذاك الحدث. عدنا next وعدنا إذن first اللي هي أولا، second ثانيا، third ثالثا، then نقوله ثم، ذهبت إلى المتجر ثم إلى المنزل. after that وبعد ذلك، بعد ما شربت القهوة نتاعي رحت نقرأ، بعد ذلك after that، finally أخيرا، و next معناتها الأكتيفيتي اللي درتها هي الأكتيفيتي التالية ولا المحطة التالية اللي كنت فيها ولا العمل اللي درته بعد عمل آخر. كيما نقوله نط صباح شربت قهوتي، next I went to school، ذهبت إلى المدرسة. فهمتوا كيف؟ إذا next نديروها باش نربطوا حدث جاي مورا حدث ثمثم، درت هذاك الحدث أو ذاك النشاط ثمثم مور بعضهم. إذا عدنا first second third then after that finally and next. إذا هذه عيطولها الروابط اللي نربطوا بها الأحداث ونربطوا بها النشاطات اللي نربطوا بها الأعمال نتاعنا. هنا أنا درت لكم فقرة صغيرة هي اللي حتوضح لكم. First I ate my lunch، أولا كليت فطوري. Then وبعدها I went ولا ثم I went to school، بعد ما كليت فطرت في الدار كليت فطوري رحت بعدها ولا ثم ذهبت إلى المدرسة. After that بعد ما كليت فطوري ورحت ليكول، I listened to my teachers very well. I listened هنا ونقولوا I listened، هنا التي لازم يكون حرف مخفي لأنه كي تتعلموا النطق تاع الكلمات راحين تاكلوا الحروف. إذن to my teachers very well، استمعت إلى أساتذتي جيدا. Finally أخيرا بعد ما فطرت ورحت ليكول ودخلت للأقسام نتاعي وكملت الحصص نتاعي، Finally I returned home and my day is over. Finally وأخيرا رجحت إلى المنزل وانتهى يومي، أو هذا هو يومي، انتهاء يومي. أوكي، إذا احنا خدمنا فقرة صغيرة ربطنا فيها الأحداث اليومية اللي خدمناها، ولا كانت عندكم أحداث تاريخية أيضا راح تربطوها بواسطة التواريخ، شكون الأولى وشكون الثانية وشكون الثالثة وشكون الأخيرة فقط. إذا كان هذا هو الشرح درس كرونولوجي اللي بزاف خافوه، هو سهل، الكلمة فقط اللي جاتكم صعيبة ما هي الكلمة، ما تخوفش، هي كلمة سهلة، هي أدوات ربط الأحداث ببعضها البعض، وهذو سهلين مهلين تقدروا تحفظوهم وسهلين جدا، فقط راحين تستعملوهم في ربط الأحداث ولا في الفروض أو الاختبارات باش تكتبوا فقرة، لأنه قادرين في الاختبار يعطيوكم تواريخ ويقولوا لكم use the chronology
ولا خدموا بالكرونولوجي هنايا رايحين تخدموا هذه الاحداث وتربطوهم بواسطه ادوات الربط. اذا كان هذا هو شرح الدرس صفحه 34 عفوا. نتلاقاو في الدرس الاخير تاع القواعد للصفحه 35، وبعدها نكملوا في شرح دروس الكتاب المدرسي مع الحلول. اذا اترككم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.